سورة الزخرف آية 69. سورة الزخرف آية 69. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. وهذه صفة أهل النجاة في الآخرة، الإيمان مع الإسلام. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، هذا ينجو ظاهرا وباطنا دنيا وأخرى. والإيمان محله القلب، وله مظهر في الخارج وهو العمل الصالح. والإسلام يدل على المحافظة على الشعائر الظاهرة مع الانقياد لله حكما وقضاء وقدرا. يلا يا سيدي. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. تحبرون من الحبور وهو السرور، يعني تفرحون تسرون تسعدون. يبقى تحبرون يعني تسعدون وتفرحون. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم، يعني مع كل من تحب، فتبقى أزواجك ذريتك معك، آبائك معك، أجدادك معك، كل من تحب، مع الأنبياء مع الصالحين مع الأولياء. تفضل يا سيدي. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب، والصحاف هي الأطباق، يبقى أطباق من ذهب، وأكواب وكذلك أكواب من ذهب. والكوب هو ما لا عروة له تمسك ولا عنق له، ليس مو كوب، اللي هو ليس له يد تمسكه منها، يعني بخلاف. والكأس لما يبقى لما يبقى ممتلئ تقول عليه كأس، ولما يبقى فارغ تسميه كوب. يلا يا سيدي. وأكواب وفيها أيضا، أي في الجنة، ما تشتهيه الأنفس. ما تشتهي الأنفس قراءتان، في قراءة تشتهيه، دي قراءة المدنيان وابن عامر وحفص، يعني المدنيان اللي هو نافع وأبو جعفر، وابن عامر اللي هو الشامي، وحفص يقولوا ما تشتهيه الأنفس، وباقي القراء ما تشتهي الأنفس بغير ضمير، ما تشتهي الأنفس. وتلذ الأعين، يعني تلتز الأعين من حسن مظهره، لأن العين لها المظهر والنفس لها ما بطن فيها. وأنتم فيها خالدون، ودي السعادة الحقيقية، أنك أنت لا تفارق ما تحب، وأنتم فيها خالدون. لكن لو كنت في مكان فيه كل شيء ولكن مهدد بأن تفارقه، فتجد نفسك في تنغيص. ليه؟ لأنك منتظر وقت الفراق. لكن الجنة السعادة فيها أن الله يرضى ولا يسقط أبدا، وأن النعيم مستمر دائم، وأنها لا موت فيها ولا نوم فيها ولا خروج منها. فكل ده يزيدك في السعادة. وأنتم فيها خالدون، يعني مقيمون إقامة دائمة، وهذا هو الخلود، الإقامة الدائمة. يلا يا سيدي. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وتلك الجنة، تلك ليه بقى تلك؟ لأنها
مؤنثة، الجنة دي مؤنثة، فيبقى وتلك الجنة. لكن لما يبقى مذكر وذلك، يبقى التاء دي تاء التأنيث، واللام ايه؟ التاء التأنيث للايه؟ للإشارة، للإشارة ايه؟ للمؤنث. واللام للبعد، والكاف للخطاب. وتلك الجنة التي أورثتموها، في إدغام لأبي عمرو وهشام، وكذا ايه الاخوان اللي هو حمزه والكسائي يقولوا ايه؟ اوردتموها، اوردتموها يعني بغير ثاء خالص، ادغام كامل، اوردتموها. دي قراءه ابي عمرو البصري، وكذا هشام عن ابن عامر، والاخوان اللي هو حمزه والكسائي. باقي القراء يقولوا اورثتموها باظهار الثاء، اورثتموها. وليه أورثتموها؟ لأنك ورثت مقاعد أهل النار فيها، لأن ما من نفس يخلقها الله إلا ولها مقعد في الجنة ومقعد في النار. فأهل الجنة هيدخلوا ويرثوا مقاعد أهل النار اللي هي مخلوقة كانت لهم لو عملوا بالعمل الصالح وآمنوا. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. هل هناك تناقض؟ لا، ما فيش تناقض، لأنها دخول الجنة بالرحمة، لكن المتعة داخل الجنة بالعمل. يبقى درجتك داخل الجنة وأنواع المتعة التي تراها في الجنة تتوقف على عملك، لكن مطلق الدخول كده، التأشيرة، الفيزا، فيزة الدخول لابد من رحمة، مش هتدخلها بعملك. فهمت بقى؟ يبقى النبي لما يقول لا يدخل احدكم الجنه بعمله، معناه لا يناقض القران، ورثتموها بما كنتم تعملون، يعني تمتعوا بقدر اعمالكم. يبقى الايه بتتكلم على طريقه المتعه داخل الجنه ودرجات الجنه، والحديث حديث النبي بيتكلم على الدخول، يبقى لا تناقض في السنه مع السنه والقران. فهمت؟ عشان تدخل لابد تبقى الاول ايه؟ تتغمدك رحمة ربك اللي هو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا دخلت درجتك في الجنة على قدر عملك، اللي مجتهد في عمله وفي الطاعة درجته اعلى من اللي دخل الجنة وكان اقل ايه في الطاعة. ادي معنى بما كنتم تعملون، اي تنعموا على قدر طاعتكم واعمالكم في الدنيا. مش معنى ادخلوا بالعمل، لا، تنعم بالعمل وادخل بالرحمة. فهمت؟ يلا يا سيدي. لهم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. لكم فيها فاكهة كثيرة، والراء تبقى رقيقة عند ورش، كثيرة منها تأكلون. فضل يا سيدي. مين اللي هيقرأ؟ انت اللي عليك الدور. طب سيبه في حاله. يلا. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. بعدما ذكر أحوال أهل الجنة يذكر أحوال المقابلين لهم والمناقضين لهم من أهل الكفر والضلال. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. والإجرام هو التمادي في فعل المحرمات، يبقى اسمه مجرم. التمادي في فعل المحرمات، وأول المحرمات والكبائر هو الشرك بالله، نسأل الله السلامة، ثم بعد ذلك يستتبعه سائر المعاصي. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. تفضل يا سيدي. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. لا يفتر يعني لا ينقطع. يقول لك فتر الوحي، في حديث ايه بدء الوحي؟ فتر يعني انقطع الوحي. وفيه ايضا لا يفتر يعني لا يقلل، فيها معنى ايه التقليل والتضعيف، لكن اصل معنى
فترة يعني قطع، أصلها كده. أصل المعنى الحقيقي لفترة هو القطع، وقد تستخدم في التخفيف. فتران تأتي للتعب، نستخدم للتعب فتران. ومنها برضو إيه؟ لأن انقطع، انقطع عافية. يقول لك فتور، الانقطاع العافية، يوم يحل محل الضعف. يقول لك شعر بفتور، يعني انقطع نفسه، وانقطع جهده، وانقطعت قدرته على الحركة، وهكذا. يبقى فترة أصل الفتور هو الضعف والانقطاع. كويس؟ يبقى لا يفتر عنهم، يعني لا ينقطع عنهم، ولا يخفف عنهم كمان. وهم فيه مبلسون، يعني يائسون من الرحمة، من أن تدركهم الرحمة. أبلس يعني إيه؟ يعني يائسا. وهم فيه مبلسون. يلا يا سيدي. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وربنا ما ظلمهمش، لأن هم اللي ظلموا نفسهم، هم اللي اختاروا الكفر واختاروا الضلال، وربنا أرسل لهم الرسل وقال لهم من كفر بي أعذبه، فأنتم اللي اخترتم. يبقى ربنا ما ظلمهمش. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، لأن الله لا يتصور في حقه ظلم. ليه؟ لأنه يتصرف في ملكه. حتى لو أدخل كل الناس النار، أو ما أدخلش حد خالص، ولا خلق لا نار ولا جنة، أو ما خلقهمش خالص، أو خلقهم وعذبهم كلهم، أو خلقهم ونعمهم كلهم، لا يسأل عما يفعل، لأن دي ملكه، يتصرف في ملكه كيف شاء. فلا يتصور أصلا الظلم في جانب الحق، لا يتصور عقلا، لأن الظلم أن تتصرف في ملك فيما لا تملك، ده الظلم، وربنا يملك الكل. فهمت بقى إزاي؟ وبالتالي لا يتصور الظلم. وبالرغم من ذلك أن الله، بالرغم أنه يتصرف فيما يملك، إلا أنه رحم ما يملك وأعطاه العقل، وأرسل إليه الرسل، وبين له السبل، ووضح له كل الطريق، وبين له المراد وكيف يريد من عباده. وبرغم كده طائفة قالت لا مش عايزين، بعد ده كله قالوا مش عايزين، احنا عايزين نعيش ايه براحتنا على شهوتنا زي ما احنا. خلاص، يبقى انت اللي ظلمت نفسك. انا بينت لك امتى اظلمك؟ لو انا اخدك غرة من غير ما نبهك، لكن لأننا نبهنا مش مرة ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة ولا خمسة ولا عشرة، 10 سنين وعشرين سنة وتلاتين سنة، وواحد يموت عنده 100 سنة، وواحد يموت عنده 80 سنة، وكل يوم بينبهه ربنا. شوف قد ايه. ولو تاب قبل ما ايه ما تغرغر بلحظة ربنا يقبله كمان. يبقى ازاي يتصور ظلم؟ فهم؟ لو عمل كل ما يعمل وقبل ما يموت بلحظة ما لم يغرغر، تاب الى الله واناب واسلم وندم على ما فعل، ربنا يدخله الجنة. يبقى ازاي يتصور الظلم بقى؟ وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. تفضل يا سيدي. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. ونادوا يا مالك، مالك ده ايه؟ زعيم وايه؟ ومسؤول النار. ملك هو ايه؟ المسؤول عن النار، خازن النار، زي ما رضوان كده خازن الجنة. يبقى مالك ملك عظيم من الملائكة التي ايه خلقهم الله وجعله خازن للجهنم، وتحت ايده ملائكة تعاونوا على القيام بمهمته، سموهم الزبانية. يبقى الزبانية دول ملائكة برضو، بس ملائكة تعذيب. دول بيشتغلوا تحت امرة مين؟ تحت امرة مالك. زي ما الجنة كده فيها ملائكة رحمة بتشتغل تحت امرة مين؟ سيدنا رضوان. فدول راحوا لرئيس الايه؟ لرئيس النار. ونادوا يا مالك، فين الرئيس اللي هنا؟ الشعب يريد تغيير النظام، واخد بالك؟ تعبانين من اللي شايفين. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني يموتنا بقى ونستريح بقى. يقضي علينا ربك يعني نموت ونستريح.
كده لا عارفين نستريح ولا عارفين نعيش ولا عارفين نموت. مش عارفين نعيش زي ما الناس الوقت مش عارفين نعيش. موتنا احسن. الله، يعني انتوا بتقولوا زي اهل النار. وفين الصبر الجميل؟ ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. سيدنا مالك سمعهم، يرد عليهم بعد 1000 سنة، مش يرد عليهم على طول. سيبهم، يقول لك سيبهم ايه، هو مشغول بتسبيح ربه، واخد بالك؟ ما يستاهلوش ان انا اكلمهم. مع الالحاح بقى بعد 1000 سنة يقول لهم ايه؟ قال انكم ماكثون، قاعدين هنا مرحبين عندي. فيش، انكم ماكثون. اتفضل يا سيدي. ماكثون يعني ايه؟ يعني مقيمون عندي، مستمرون على ما انتم عليه، لا تغيير، ما فيش تغيير، هتفضلوا كده. فاهم؟ اتفضل يا سيدي. لقد، كان بيكلمهم بقى بيقول لهم احنا جئناكم بالحق، جئنا لكم بالرسل وبالوحي وبالصالحين وبالعلماء وبالاولياء وبالضمير اللي في قلبك الذي كان يحثك على ان تفعل الطاعه وانت لا تسمع له، اللي هي النفس، اللي يواعظ الله في نفس كل مسلم وفي كل مخلوق. اللي هو يعني شوف ربنا مديك كم انذار. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. لقد جئناكم، الدال مقلقلة ظاهرة، أما أبو عمرو وهشام والأصحاب إيه يضغموها، لقد جئناكم، لقد جئناكم، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر غافلون.